الآن هنا في منفذ الوديعة الحدودي، البوابة البرية الوحيدة التي لا تزال تعمل بين اليمن والمملكة العربية السعودية. المنفذ يشهد ومنذ أشهر حركة دؤوبة للمسافرين، سواء كان إلى داخل الأراضي اليمنية أو إلى خارجها. خصوصا هذه الأيام يشهد المنفذ عودة كثيرة للمغتربين اليمنيين في ظل المتغيرات التي تشهدها الأراضي السعودية، والخاصة بسعودة الوظائف وفرض المزيد من الرسوم على المغتربين اليمنيين. الكثير من اليمنيين عادوا بعد أن فقدوا وظائفهم التي كانوا يعملون بها خلال السنوات الماضية. إذا بحكي لك بالمعاناة اليمنيين اللي في السعودية، يمكن ما أقدر أغطيها كل شيء. أولا السفارة ما لنا أي فائدة منها، هذه واحدة أقول لك إياها. الميت يموت ولا لنا أي مراجع، ما لنا أي حد. واحدة. ثانيا فرضت علينا ضرائب إقامات، نشتغل الواحد يشتغل له ب 2000 ريال وراه كفيل، الكفيل يبغى له 500 ريال، يبغى له حق إقامة ويبغى له حق المهم الكفيل تشتغل أنت ب 2000، 1000 ريال لعيالك مصروف و1000 ريال للكفيل، والسلام عليكم، وأنت هجلس بس كذا رايح جاي. كانت هذه هي أحد صور المعاناة التي يعانيها المغتربين اليمنيين، والذين لم يجدوا من سبيل آخر سوى العودة إلى وطنهم في ظل هذه المتغيرات التي تشهدها المملكة العربية السعودية. اليوم يتزايد أعداد الوافدين، لكن خلال الفترة القادمة قد يتزايد العدد بصورة أكبر، خصوصا وأن الإحصائيات الرسمية في منفذ الوديعة تشير إلى أن العائدين اليمنيين من المملكة خلال الستة الأشهر من الأولى من هذا العام بلغت حتى الآن أكثر من 142 ألف مسافر. محمد اليزيدي لقناة بلقيس من منفذ الوديعة الحدود اليمنية السعودية.